السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. الا كنت اول مره كتشوف ما تنساش تشارك في القناه ودير لايك وتخلي شي كومونتير للتحفيز. اليوم الطاقه الشمسيه غادي نهضروا عليها كما وصيتوني دير شي فيديو على الطاقه الشمسيه. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم كاع المعلومات على الطاقه الشمسيه اللي نتوما ديما كتسولوني عليها. هذه الفقره من فقرات معدات الترحال، خليوكم معايا ما تمشيوش فين. بالنسبه لها الطاقه الشمسيه سواكي كتعتبر من احسن الطاقات الشمسيه بسرعه تحويلها لطاقه الشمس الى طاقه الكترونيه وسعه تحويلها 25 واط بالنسبه لشحن الهواتف وحامل الطاقه 5 فولت. من ناحية الحجم لا يتعدى 750 غرام، والطول عند فتحها 70 سنتيم والعرض 26، وعند طيها 26 سنتيم في الطول و16 سنتيم في العرض، وسمكها لا يتعدى 2 سنتيم. الطاقة الشمسية تتكون من 4 ألواح طاقة ومغطاة بقماش بوليستر قوي ومضاد للماء، يعني امبيرميابل. كتوفر ايضا على جيب فيه منفذين USB 5 فولت 2.1 امبير، يعني سرعة شحن هائلة. هاد الطاقة الشمسية الثمن ديالها 55 دولار، والموقع ديالها لشراء علي اكسبريس ومواقع اخرى. بالنسبه للشحن الهاتف، ساعه ما كان كتشارجي لك التليفون. بالنسبه لحامل الطاقه باور بانك، يعني اللي سعه ديالو 10000 ملي امبير نصف يوم و 20000 ملي امبير يوم كامل. كيتعطاو مع واحد 4 كروشيات باش كتلصقوها في الساك باكتاج. من ناحيه الا بغيتو تشارجيو وهي محطوطه، خاصكم تحطوها على واحد الزاويه ديال 45 مقابله للشمس. تقدر تشارجي باور بانك ديالك في النهار باش تخدم به في الليل، ولا الهاتف ديالك، يعني عندها واحد جوج منافذ، وعندها جيب اللي تقدر تدخل فيه الهاتف ديالك بلا ما تخاف من الشمس، يعني يوقع لي شي حاجه وتسد عليه. كما قلت لكم عندها 4 كروشيات باش تلصقها مع ساك باكتاج ديالك وانت غادي والتليفون ولا حامل طاقة كيتشارج. قدرت في هذا الفيديو نبين لكم مزايا مميزات ديال الطاقة الشمسية للاسم ديالها سواكي، واللي ديما كتسولوني عليها.